اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين، وبجد ترحيب بضيفي محللنا الرياضي اسلام سامي. طيب مصر والسنغال عايزين نسمع، وانا عارف انت مجهز حالات كتيره جدا سواء للناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه، وعندك بعضا من الافكار، ليس تدخلا في عمل المدير الفني لانه هو ممكن يكون اصلا ما بيسمعناش، وبالتاكيد الراجل مجهز نفسه، لكن احنا بنبسط الامور بطريقه اسلام السهله السلسه الجميله للساده المتابعين والمشاهدين. اتفضل اسلام. ربنا يخليك كابتن. طبعا ماتش صعب جدا، ربنا يوفقنا يا رب باذن الله، وربنا يكرم يوم الجمعه كده والجماهير الموجوده يكون ليهم عامل كبير ان شاء الله ان احنا نعدي الماتش الاول على خير. خلينا نبدا نروح على حالات على طول يا كابتن. الحالات اللي بنتكلم فيها عن منتخب مصر بيهاجم ازاي. زي ما كنت بقول لحضرتك اتفرجت على الماتش اكتر من مره. منتخب مصر لما بدا الماتش اللي فات قدام السنغال كلنا عارفين احنا كنا جايين من ارهاق بدني شديد جدا. في المقابل السنغال لعبت اسهل ماتشات واسهل طريقه، ما كانش عندها منافس كابتن، يعني اصعب حاجه بوركينا سيمي فاينل ده الناس بتقول عليه صعب. احنا يعني واحرجوا جدا فيه، يعني وصل نتيجه 1-1 لولا وفي الماتشات الاولانيه في المجموعات اتعادل ماتشين. خلينا نقول يا كابتن دي شكل منتخب مصر واحنا بنهاجم. واحنا بنهاجم الاثنين سنتر باكس واقفين، ادي الثلاث لعيبه الديفندرات، دي طريقه البنى الهجمه بتاعت منتخب مصر. عارف هتلاقي اللي على الشمال ده حمدي فتحي، اللي على اليمين ده محمد النني، وفي النص عمرو السلية. طبعا بيتبادلوا الادوار، معنى كده ان اللعيب رقم 8 بيميل يمين او يميل شمال عشان يحرر الظهير الايمن او الظهير الايسر، فبالتالي حمدي فتحي جه شمال. هتلاقي حضرتك بص احمد ده ماتش السودان، ده ماتش السنغال يا كابتن، السنغال الحالات دي من ماتشنا قدام السنغال في النهائي. حلو قوي، كويس. فبالتالي احمد فتوح، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح، امام عاشور. لحضرتك تفتكر احنا عرضنا صوره زي دي شبه كده في برشلونه مع الفارق الكبير، لكن الفرق عامه لما بتفرد عرض الملعب بتخليك تهاجم بخمس لعيبه. هنا حاله توازن، منتخب مصر بيدافع بخمسه وبيهاجم بخمسه، وده جزء مهم جدا. بس خليني برضو اقف معاك حاجه جميله، ان انا عندي باك رايت امام عاشور مظبوط معدي نص ملعبنا، صح، وعندي باك ليفت احمد فتوح معدي نص ملعبنا، مظبوط، الكره هنا اظن مع حمدي فتحي بالظبط، فده موقف اعتقد موقف حلو موقف. غير ان انا عندي هنا السلية، عندي النني هناك، وعنده يعني عندي كذا حد ممكن ابدا اشتغل عليه، غير ان انا بقى اقدر اسند تحت على الونش ومحمد عبد المنعم بالظبط. انا ما عنديش مشكله، اقدر ابني الهجمه، هم مش ضاغطين عليا جامد، فبالتالي ادي الخمسه اللي هو بيهاجم بيهم، هو بيحط في حساباته جدا ان فتوح وامام او فتوح وعمر كمال مثلا هم دول دور كبير جدا. عمر كمال يا جماعه كان موقوف، فاضطر لاشراك امام عاشور كظهير ايمن. ناخد الصوره اللي وراها، فبالتالي يا كابتن منتخب مصر بيقدر يهاجم. ايه اللي احنا طالبينه لما تبقى الكوره في نص الملعب؟ عيبتنا عمرو السوليه، حمدي فتحي مثلا او النني، الباصات الطويله، الباصات اللي بين الخطوط. منتخب السنغال بيدافع كويس ولكن عنده مشاكل. حضرتك بص هنا عمرو السوليه بيعمل باص قطري بتروح الكره لامام عاشور، مميز فيها جدا عمرو الحقيقه جدا. وكمان الباص الطولي، يمكن حمدي فتحي في ماتشات الدوري مع الاهلي لعب 2 باص طولي عمل جونين. واخبال حضرتك كل مره منتخب مصر كان بيتحرر قدام السنغال سواء بفتوحه او امام كان بيشكل خطوره. فبالتالي امام عاشور اخذ الكوره، الكوره دي كملت يا كابتن، دي اول كوره عملت خطوره. بص عليك الانتشار الهجومي لمنتخب مصر ده في الشوط الاول، كل الدوائر ده يا جماعه منتخب كل ده مصر. منتخب مصر دي الكوره 1 2 3 4 5 بالظبط، ودي كرة انتهت بتشكيل محمد صلاح. دي محمد صلاح شاطها اللي طلعها مندي من الشمال، دي الاولانيه خالص. اوري عليك اللي وراها، ناخد الصوره اللي وراها، ده تاني امام عاشور فاتح على خط عمر مرموش، والدور اللي بيحبه كيروش ان هو داخل في قلب الملعب يستلم الكوره. فبالتالي منتخب مصر كل كوره بيتحرر فيها الظهير بيشكل خطوره على منتخب السنغال. ناخد الصوره اللي وراها، بص يا كابتن احنا هنا حضرتك بص اللي عليه الدايره البيضاء ده اسماعيل صار. منتخب السنغال عنده مشكله ان ساديو ماني، اسماعيل صار، او بامبا ديانج، اللعيبه الهجوميه ما بترجعش تعمل ادوار دفاعيه كويسه. كويس، فبالتالي مصلحتنا فبالتالي حضرتك النهارده الكره دي في رجل حمدي فتحي، لو اتغير الملعب لفتوح على طول في المساحه الفاضيه دي حضرتك كنا هنبقى 2-1. فتوح ومرموش هيروحوا على بونا صار الباك رايت. دايما عندهم مشكله، اسماعيل صار ما بيرتدش، الراجل ساديو ماني طبعا ما بيرتدش، فبالتالي احنا يا جماعه عايزين نحاول يبقى دايما عندنا كثافه عاديه على الاطراف. سواء يمين او شمال. ناخد الصوره اللي وراها، دي كابتن باص تاني من اللي بقول لحضرتك عليهم، بس المره دي محمد النني بيلعب باص. لما منتخب مصر في ماتش السنغال غير التغييرتين بتوع تريزيجيه وزيزو اديتنا نشاط في الماتش اكتر من كده بكتير. الكره دي بتتلعب، تريزيجيه بينزل يستلم، وحضرتك بص على طول اول ما تريزيجيه هيستلم هتلاقي احمد فتوح المساحه الكبيره تاني بقول لحضرتك، واسماعيل صار ما رجعش برده، فبالتالي هتروح لتريزيجيه، تريزيجيه هيلف بالكوره هيعمل اوفرلاب، احمد فتوح هيطلع على طول، ودي الكره اللي فتوح لعبها ومروان حمدي لعبها بدماغه. فبالتالي الجبهه الشمال، الجبهه اليمين، الجناحات ما بترتدش، كثافه عدديه لمنتخبنا، نعمل اوفرلاب او اندرلاب من اللعيبه الاجنحه نقدر نوصل بيها بسهوله. ودي يا كابتن كره مروان حمدي الاخيره
برضو امام عاشور دي في الدقيقه 116 عليك لو تفتكر كويس. الدقيقه 116 منتخب مصر لعب حوالي ماتش زياده ومنتشر هجوميا بست لعيبه. دي الكره اللي انتهت عند مروان حمدي. فبالتالي اللي احنا عايزين نقوله ان منتخب مصر هجوميا قادر انه يشكل خطوره على منتخب السنغال. اهم حاجه يكون في توازن ما بين الهجوم والدفاع، يكون عندنا قوه وشراسه في الفرص اللي بتجيلنا. دي اهم حاجه ان شاء الله يا رب. يعني كنت قلقان من محمد صلاح وحته التحرر بتاعته. حته التحرر بتاعت محمد صلاح يا كابتن نقطه مهمه. اولويه كروش ان محمد صلاح يتحرر ما يرجعش يعمل ادوار دفاعيه، فبالتالي بيحط ادوار دفاعيه كبيره جدا على عمر مرموش وعلى مصطفى محمد. فبالتالي احنا هنعرض شويه حالات هوري حضرتك وجهه النظر. دي اخر فرصه في الحاله الهجوميه، الكره اللي حضرتك سالتني عليها بتاعت ميندي. بص حضرتك، صلاح في الدايره السوداء ومعاه سيس الراجل المدافع الباك شمال، المدافع الشمال قوي جدا هجوميا، ولكن دفاعيا صلاح عمل هاف تيرن ولف الكره اتلعبت راح هو الجون يعتبر. فالراجل ده من اللعيبه اللي ممكن صلاح يكلفتها على طول. نروح بقى للحالات الدفاعيه. بص يا كابتن، محمد صلاح هناك خالص اهو. مصطفى محمد الدايره السوداء بيقوم بالدور اللي كروش اداهوله البطوله كلها، اضغط على اللعيب رقم 6 لعيب نص الملعب اللي بيبني الهجمه في الخصم، ومصطفى بيعمل الدور ده كويس جدا دفاعيا. فمصطفى هتلاقيه على طول في ظهر ديانج لعيب ليستر سيتي، وهتلاقي حضرتك اللي عليه الدايره ده كوليبالي. بص حضرتك كوليبالي بقى بياخد الكوره ويمشي بيها فتره يفضل ماشي يفضل ماشي. دي انا في وجهه نظري ازمه كبيره، ما ينفعش مصطفى يتفرغ لديانج ويسيب كوليبالي بالذات يمشي بالكوره. ليه؟ لان كوليبالي هيمد الكوره لقدام، حضرتك هيمشي مثلا 10 15 يارده الصوره اللي وراه، ما حدش بيقابله. بص حضرتك وصل لفين يا كابتن؟ كوليبالي رجليه الشمال قويه جدا في الكور الطوليه، هيحط باس طولي للراجل الجناح ناحيه اليمين ده على طول، الكره هتتلعب طويله، الراجل هيتحرك في ظهر عمرو السوليه هيستلم الكره ويروح يلعب عرضيه على منتخب مصر. طب هل الكره دي بتتكرر كتير؟ دي من ماتش نيجيريا يا كابتن، اول ماتش لعبناه في البطوله اللي هو كان اسوا ماتشاتنا، ولكن نفس الكره اتكررت. ايامها كيروش كان عامل سويتش مودي مصطفى يمين وصلاح. بص حضرتك مصطفى يمين اهو، صلاح هنا مش ضاغط على حد، فبالتالي إيكونج اللعيب بتاع واتفورد ده عمل الكوره دي 4 مرات. عنده وقت بيمشي من 18 لنص الملعب وبعدين يعمل باس طولي يحط الكوره على طول للراجل ناحيه الشمال. ايه تاني منتخب مصر لازم يعمله؟ المفروض ان ديانج رقم 6 ده حد من لعيبه نص الملعب احيانا يطلع يضغط عليه. مش بس مصطفى، هنا حاله ضغط مثاليه لمنتخب مصر. صلاح راح يضغط، مصطفى راح يضغط على كوليبالي على طول السوليه في ظهر ديانج، الراجل مش عارف يطلع بالكوره، بيلعب باس طولي الكادر اللي وراه على طول، هتلاقي الكوره احمد فتوح هيسبق ويقطعها سهله بمنتهى البساطه. هم مش يعني اما بيضغط عليهم بيرتبكوا رغم الكواليتي الكبيره اللي عندهم في اللعيبه. ناخد الصوره اللي وراها عشان نفس الحاله يا كابتن. بص الضغط، مصطفى، صلاح، المره دي اللي طالع يضغط هو حمدي فتحي، الراجل كوليبالي بيلف بيرجع بالكوره لمندي. طول ما انا بسيب له فرصه ان هو وقت على الكوره بيشكل عني خطوره. ده الشكل الدفاعي لمنتخب مصر بعد نزول مروان حمدي. وده برده جزء ليه مروان حمدي، لانه مروان هيروح يعمل نفس دور مصطفى محمد يا كابتن. الضغط، وهنا منتخب مصر بيدافع 4-4-2. الصوره اللي وراها هتوضح يا كابتن ان احنا في الدقيقه 62 عملنا تغييرين، تريزيجيه وزيزو. ومنتخب مصر دفاعيا وهجوميا من بعد التغييره دي اتحسن كتير جدا. الطريقه اتقلبت ل 4-4-2. حضرتك بص كمان المسافه ما بين النص الملعب وخط الدفاع، ادي الاربعه الاربعه، فبقى عندنا كتله ناحيه اليمين وناحيه الشمال، لان منتخب السنغال اطرافه قويه جدا هجوميا. والملعب ضيق. الملعب ضيق، هما منتخب كلاسيكي بيحب يلعب على الاطراف بشكل كبير جدا. ساليوسيس او بوناسار ناحيه اليمين، وبيروح لهم على طول ساديو ماني اللي عنده حريه حركه كبيره. هنا هما بيعملوا اوفرلاب. بص الراجل اللي على اليمين ده بوناسار لعيب بايرن ميونخ جاي من بعيد قوي يا كابتن. الكره دي اوفرلاب، الصوره اللي وراها على طول هتتلعب في ظهر فتوح هيروح، لكن اتلعبت بالعرض الحمد لله طلعت. منتخب السنغال عمل عندنا 5-6 فرص خطيرين جدا في الماتش ده من الكره العرضيه. عشان كده بقول لحضرتك لازم الطرف اللي هيلعب او الاثنين الهافات يرجعوا يقفلوا مع الباكات بتوعنا. بص حضرتك الراجل بيستلم هناك، اول تفكير لساليوسيس الباك ليفت ناحيه الشمال انه يعمل ران ويجري. انا مستني الكوره هتروح عكسي، انا هجري عشان تلعب لي في ظهر احمد سيد زيزو. او هنا دي كوره ثانيه من اللي زي بحرك عليها. بص كوليبالي بيلعب كوره طويله، منتخب السنغال لما بيتضغط عليه بيزهق، بيلعب باس طولي وقطري في ظهر ديفنس منتخب مصر. لكن حضرتك الصوره نرجع معلش الصوره اللي وراها، هتلاقي على طول الثلاثي الهجومي يا كابتن ضامنين لجوه. بص بص يا كابتن، ساديو ماني داخل ما بين عاشور وامام ومحمد عبد المنعم، والراجل فمارة ديديه وداخل ما بين الونش ومحمد عبد المنعم، الثالث فاتح. الصوره اللي وراها هتلاقي الثلاثه داخلين في العمق. بص يا كابتن، بص ساديو ماني واقف مع عبد المنعم على طول، بيحاول ياخد عبد المنعم او امام عاشور يخش بيه لجوه عشان يفتح الطرف للراجل الباك ليفت يتحرك منه. فدي نقطه مهمه حضرتك. بص هنا منتخب مصر ضغط، بص الصوره الثالثه بقى يا كابتن اللي وراها، ادي الثلاثي الهجومي اللي هم بيهاجموا بيه، الثلاثه
يعتبر ثلاث مهاجمين في القلب. نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. احنا مثلا في حاله هجوم لا قدر الله الكره اتقطعت لازم نخلي بالنا ان الكره اللي بتتلعب في ظهر الديفنس عندهم لعيبه بتجري سرعات طبعا حدث ولا حرج, فدي نقطه مهمه احنا نخلي بالنا من ظهرنا على طول, نحاول نوقد الهجمه بدري بدري ان شاء الله وما نستناهمش يلعبوا الكره في ظهرنا. سؤالي الاخير وهتجاوبني في 10 ثواني, هل دقه البدلاء هيكون لها دور كبير مع منتخب مصر؟ اعتقد ان شاء الله اعتقد دور كبير. تريزيجيه ممكن يكون له دور كبير لو ما بداش, احمد سيد زيزو ممكن يكون له دور كبير, اعتقد بعد عوده محمد مجدي قفشه ممكن يبقى له دور كبير. اعتقد دول الثلاثه اللي ممكن يبقى لهم دور كبير يا كابتن ان هم ان شاء الله يعملوا فرق لما ينزلوا. محللنا الرياضي اسلام سامي نورتني وشرفتني, بشكرك.